استهدفت قوات العمالقة الجنوبية أرتالا عسكرية حوثية كانت قادمة من محافظة البيضاء باتجاه مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وتمكنت مدفعية ألوية العمالقة الجنوبية من تسديد ضربات محققة بدك التعزيزات الحوثية وتدمير أرتالها القادمة من محافظة البيضاء نحو مديرية بيحان بشبوة. وبحسب مصادر مطلعة، سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادات، علاوة على تدمير عتادهم العسكري. وفي ذات الصدد أصيب 4 جنود من قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن محافظة أبين جراء انفجار لغم أرضي استهدف الطقم العسكري الذي كان يقلهم في منطقة وادي عمران. وذكرت قوات الطوارئ بالمحافظة أن الانفجار الذي تعرض له الطقم ونتج عنه بعض الإصابات المتفاوتة للجنود بينما كانوا في مهمة بحث وتمشيط للبحث عن مطلوبين. وأكدت قوات الطوارئ بإدارة أمن أبين أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني قيادة قوات الأمن عن أداء مهامها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون من عناصر التنظيمات الإرهابية. وضمن التصعيد الحوثي للملاحة الدولية، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة استمرار عمليات التهديد المشبوهة للملاحة في البحر الأحمر، حيث ذكرت الهيئة بأنها تلقت تقريراً عن اقتراب مركبين صغيرين بهيكل أخضر من سفينة تجارية في حدود نصف ميل بحري من السفينة وعلى بعد 50 ميل بحري من جنوب شرق المخا جنوب اليمن. كما أشارت في التقرير إلى عدم رؤيتها أي أسلحة تهدد السفينة وطاقمها، مؤكدة بأن الجهات المعنية تمارس التحقيق في الحادثة وداعية السفن إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء عبورها بالمنطقة وسرعة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يهدد سلامة السفينة وطاقمها.